هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. واش غنقول لك، حنا من بدايه المباراه كنا دوينا الدراري مبيناتنا بالله هذا الماتش كان ضروري خصنا نجيبو 3 بوين، حيت 3 ماتش لعبناهم هنا انا ادوميسي كلنا خسرناهم، يعني ما يمكنش نخسروا الماتش الرابع. كي شفتي 20 مينوت الاولى دخلنا كنا مجري الماتش، كنا شادين الكره حتى جا داك البيلانتي اللي غير مجرى اللاعب. من بعد الكره كامله كانت ديال الحسنيه اللي كانوا خلقوا دي زوكازيون، والحمد لله اننا في الدقيقه الاخرى من البريمير ميتون اللي تسجل واحد البيت اللي تبارك الله بيت كبير عالمي اللي هو اللي ردنا في الماتش. صافي دخلنا الفيستير بالتعادل، وهذاك هو البيت اللي خلانا الدراري يزيدوا يثقوا في راسهم زعما يدخلوا بهذا العزيمه كبيره. الدوزيام ميتون كيف شفتوا دخلوا الدراري، كانت واحد لا فريشور، كانت واحد العزيمه ديال الدراري دي جون تبارك الله اللي اداو مقابله كبيره. دخلنا ماركينا جوج بيوتا وادينا اداء اللي هو كبير، فالحمد لله على 3 بوين اللي كنا كنستاهلوها اداء ونتيجه. كنبغي نقول لهم انهم يزيدوا يشتغلوا في الفرقه ديالهم، انهم يزيدوا يشتغلوا ويزيدوا يحسنوا من المستوى ديالهم، اللي بغاو يلعبوا الكره بغاو يمشيو بعيد في الكره، انهم يزيدوا يخدموا ان شاء الله ما كاين غير الخير من هنا لقدام ان شاء الله. ايوه ان شاء الله، انا كل ماتش كنبغيو اننا ديما نكونوا في لو توب ديالنا، واننا ديما نعاونوا الفرقه سواء باسيست سواء باهداف اللي تخلي الفرقه انها تزيد لقدام والجمهور يكون راضي على الفريق ديالو. هذا الشيء هذا هو المهم. كانت فرحه كبيره لان هذا الربح هذا غادي يزيد يعطينا معنويات اكثر، سيرتو الدراري باقيين صغار، يعني هذا يعني الفوز كيكون من مورا واحد الثقه، وان الدراري يزيدوا يشتغلوا انا ان شاء الله يكون عمل كبير من القدام. شكرا.